أعزائي، معكم عمار ليجاتو من جديد. اليوم الدرس راح يكون عن كيفية تحديث النظام لكاميرات الكانون اللي هو بالإنجليزي يسمى Firmware Upgrade. طبعا هذه الطريقة راح نستخدمها بكل كاميرات الكانون سواء كانت 600, 700, 750D, 70D, 80D, 5D أو 5D Mark IV, 5D Mark III. كل كاميرات الكانون راح تتبع نفس الطريقة بالتحديث. اتأكد أنه كاميرتك بيها آخر نظام أوكي، وأن الشركة قامت بتنزيل نظام جديد حتى تتمكن من تحديثه. لكن إذا كاميرتك بيها آخر نظام وماكو أي يعني أبديت أو تحديث للنظام، ما راح يحتاج تنزل الأبجريد أو الأبديت للفيرموير، فراح نتأكد إنه كاميرتي بيها آخر فيرموير أو أريد أعرف النسخة اللي بيها يا إصدار. فشو راح نحتاج؟ راح نحتاج أول شيء بطارية مشحونة بالكامل، وكذلك راح تحتاج لميموري كارد فارغ اللي راح نقوم بعمل فورمات حتى ننزل التحديث عليه. فهسه هذه الكاميرا حاليا بدون بطارية، راح اقوم بوضع البطارية بالداخل. اوكي، راح اقوم بتشغيل الكاميرا. مثل ما تشوف ان الكاميرا ما بيها ميموري كارد ولا عدسة للسهولة، راح اقوم بتشغيلها. مثل ما نقول نشوف هنا تقول no card in the camera، يعني ما بيها ميموري كارد. فراح اضغط مينيو. اوكي، راح انتقل لقائمه علامه المفك او الرينج اللي هي للسيتنجز. مثل ما نعرف انه الفايف دي بها شاشه لمس، فاقدر اضغط عليها راسا وراح ندخل للقائمه. فراح اغير بالاتجاهات اقدر حتى انتقل لقائمه اللي بها الابديت. فمثل ما تنشوف هنا انه بهذا المكان بالقائمه المفك او الرينج او علامه السبانر، راح ادخل القائمة الخامسة واكو هنا موجود firmware version. مثل ما تنشوف الاصدار اللي عندي هو 1.0.4 اللي هو نوعا ما قديم، لانه انا قبل شوي دخلت على موقع الشركة اللي كانن ولقيت عندهم تحديث اخر جديد اللي راح اقوم حاليا بتحديثه. فراح نسد الكاميرا ونروح على الحاسبة حتى نشوف طريقة تحديث السوفتوير. خلوكم يعني راجعين. والان نجي نشغل جهاز الكمبيوتر. مثل ما تنشوف قمنا بفتح متصفح الانترنت اللي هو جوجل كروم، وقمنا بفتح نافذة جوجل للبحث. راح اكتب هنا كانن رقم موديل كاميرتي اللي هو 5D Mark 4، ورا راح نكتب firmware update. اوكي، مثل ما تنشوف بدي يكمل لي لانه هاي اكثر الاشياء اللي قامت الناس بالبحث عنها، فراح اكتب نعم. اوكي، اختار هذا الاختيار. مثل ما تنشوف طلعت لنا عدة نوافذ، دائما اخذ الاول. انتبه انه الموقع هو كانن USA، اوكي، اللي هو السبورت اللي هو الدعم. فنضغط على سبورت DSLR EOS يعني 5D Mark 4، اتاكد انه هذا مطابق لموديل كاميرتك. راح نضغط عليه اوكي. فحاليا فتحت عندنا النافذه الخاصه بموقع كانن اللي راح تعطينا التحديث للفيرموير. مثل ما تشوف هذا موديل كاميرتي 5D Mark 4، اتاكد دائما انه نفس موديل كاميرتك، مو تفتح مال غير فيرموير لانه راح تؤدي الى اعطاب الكاميرا. فوين راح ندخل؟ راح ندخل على درايفر اند داونلودز، يعني التحديثات او الاشياء اللي تقدر تنزلها. فراح يعطيك عده قوائم، عده برامج بهذا المكان. اوكي، مثل ما نشوف انها سوفت وير، معناها البرامج. انا ما احتاج برامج، انا احتاج نظام او سيستم اللي هو فيرموير. وكذلك تقدر تنزل يوتيليتيز اللي هي ادوات لمساعده الكاميرا او لتحديث النظام اللي هي ما راح تلقى بها شيء.
راح نرجع على قائمة الفيرموير اللي هي تحتوي على الفيرموارز اللي هو نحتاج ننزله على الكاميرا، مثل ما نشوف US 5D Mark 4 firmware version 1.1.2 اللي هو جديد، اللي هو رقم أكيد أكثر من اللي جبناه قبل شوية بالكاميرا. فراح تاخذ آخر اثنين، أوكي؟ مثل ما نشوف تاريخ تنزيلهم هو 4/3/2018، اثنيناتهم نازلين نفس اليوم، وهذا الحجم مالتهم 31 ميجا، لكن هذا الاثنين شنو الفرق بيناتهم؟ انتبه هنا انه هذا للماكنتوش اللي هي الحاسبات الابل، وهذا للويندوز. اوكي؟ راح ادوس سيلكت لانه حاسبتي ويندوز، راح يقوم بتنزيل الفيرموير. فمثل ما بدي اقول لك انه هذا الفايل اسمه كذا وهو زبت يعني مضغوط. اوكي؟ I have read and توافق هنا لازم. وبعدين دوس داونلود. راح اقول لك راح تصير عندك جو تحميل، انتظر التحميل ينزل. اوكي مثل ما نشوف كمل التحميل عندي، راح ادوس اروح على الداونلودز. اوكي فولدر مالتي الداونلودز اللي هو هنا، كبر النافذه، راح نشوف US 5D version 1.1 اللي هو هذا. اوكي صار عندنا هذا الملف اللي نحتاج تحديثه، راح نفتحه. اوكي هو هذا الملف المهم اللي هو هنا 5D 400112، هذا هو التحديث راح ننزله للكاميرا. هنا كذلك راح مشروع طريقة العمل بالانجليزي اللي هو هذا PDF، ما اتوقع راح تحتاجه لانه هسه راح انا اعلمكم الطريقة بالكامل شلون نسوي الابديت. راح نقوم بغلقه ونرجع لهنا. اوكي هذا الملف راح تقوم بوضعه على الميموري كارد. اوكي هسه راح اقوم بوضع الميموري كارد بالجهاز قارئ الذواكر او الميموري كارد ريدر. مثل ما نشوف هذا الميموري كارد عندنا انفتح، راح اقوم بعمل فورمات له. اوكي هنا مباشره راح ادوس فورمات، راح اقوم بفتح هذا الملف. هذا الفايل اللي قلت لكم نحتاجه حتى نقوم بالتحديث راح نقوم بوضعه بالميموري كارد. فشلون راح نجي نفتح الميموري كارد؟ مثل ما نشوف فارغ بكل سهوله، هذا الملف راح اقوم برميه على الميموري كارد. اوكي نزل على الميموري كارد، راح نقوم بوضع الميموري كارد بالكاميرا ونقوم بتشغيلها بعد التاكد من البطاريه مملوءه بالكامل. فخلينا نروح للكاميرا ونشوف شو راح نسوي نيكست. راح نرجع مره اخرى للكاميرا، مثل ما نشوف انه خليناها كان بها بطاريه ممتلئه، راح نقوم بوضع الميموري كارد اللي قمنا بتنزيل التحديث عليه، راح اخليه بمكان الميموري كارد. مثل ما نعرف انه كاميرا كانن 5D Mark 4 تاخذ نوع الميموري اللي هو الاس دي كارد اللي هو هذا، وكذلك السي اف كارد اللي هو النوعيه الاكبر اللي يكون شكله مربع. راح اقوم بوضعه بالمكان الميموري كارد. اوكي ونقوم بتشغيل الكاميرا. الكاميرا حاليا اشتغلت بها ميموري كارد لكن ما بها عدسه. راح نضغط المينيو وراح تكون هي باخر مكان كنا به اللي هو الفيرموير فيرجن 1.0.4، واحنا اللي قمنا بتنزيله هو احدث، مثل ما نتذكر كان رقمه 1.1 معناها احدث. راح ندوس بنفس المكان ندوس اوكي، راح يقول current firmware version is 1.04 update firmware، يعني يقول لك هل ترغب بتحديث الفيرموير؟ نقول نعم اللي هو اوكي. ننتظر شوية تقريبا دقيقة الى دقيقتين، وكذلك الكاميرا راح تقوم بعمل يعني تقرأ الميموري كارد 2 وده يقول لك به هذا الاصدار، ندوس كذلك عليه اوكي. فنغير بالاتجاهات الى الاوكي وندوس موافق. يقول لك هل ترغب بالتحديث من 1.04 الى 1.12؟ اكيد ارغب بالتحديث، راح ندوس اوكي. تقدر تدوس منه او منه نفس الشيء. هسه راح تكون تعمل بي ابديت. تاكد انه لا تطفي الكاميرا ابد ولا تلمس اي زر، انتظرها خلي هذا الابديت يكمل. اوكي لانه اذا قمت باطفاء الكاميرا اثناء عمل الابديت راح تقوم بحرق منظومة الفيرموير فلاش اللي راح تقتل كاميرتك، راح تحتاج تاخذها للشركة وراح تكون كذلك مكلفة، اتوقع راح ياخذون اكثر من 100 الى 200 دولار لتصليح هذا العطل. مجرد انتظر هذا الابديت تكمل وخلص هو هذا الابديت. فخلينا ننتظر شوية ونشوف النتيجة. مثل ما نشوف حاليا كمل عندنا الابديت، طلع update is completed معناها كمل التحديث. فالكاميرا راح تقوم بعمل restart. حاليا الكاميرا محدثة بآخر نظام من كانن، نقدر ندخل على المينيو مالت اللوخ ونشوف
الفيرجن اللي هنا هو 1.1.2 اللي هو آخر إصدار من كانون، وخلص نقدر نرجع نسوي فورمات للميموري كارد أوكي حتى نمسح التحديث وما نحتاجه لأنه مو مهم، ولا نكتمل حتى عمل الفورمات للميموري كارد، وصار عندنا كاميرا كانون 5D مارك 4 مع آخر تحديث للنظام. وهذا كله تحتاجه حتى تقوم بعمل تحديث للفيرموير أو نظام الكاميرا. وشوفكم بدرج جديد، وإذا كان عندكم أي سؤال لا تنسون تطرحوه بالكومنتس جوا، وكذلك نشوفكم بدرج جديد. إلى اللقاء، باي.